راح أول شيء نبلش بأمور الدراسة والعمل، بعدين نفصل شوي بالعلاقات العاطفية للمرتبطين والأزواج طبعا، والمنفصلين أو المطلقين. عم بشوف أخبار حلوة بتوصلك على صعيد الشغل أو الدراسة. عم بشوفك من فترة الفترة الماضية كانت شوي اللي هي ما فيش اشي جديد، ما فيش تغيير، لكن عجلة الحظ معاك برج الجوزاء، في لانه اصلا بين عندي كتير خبريات حلوة، في اكتر من خبر، ف عجلة الحظ معاك. اذا كنت عم تدرس، لو درست 30% رح تجيب نتيجة 80%، لو يعني رح تحتاج لجهد أقل لأنه الحظ معك رح يلعب، اللي هم الناس اللي عم يدرسوا. الناس اللي عم يشتغلوا كانوا عم يبعدوا عن كتير أشخاص بالعمل، وكأنهم كانوا لحالهم أو اختاروا الوحدة بالعمل. في طاقة سلبية كانت موجودة عندك تجاه الآخرين، لكن عم بشوفك في النهاية كان كتير إنك تكون في مناخ أنت صنعته، مناخ كتير خصب، كتير حلو، عم وصلت له في إيدك أنت، أنت اللي غيرت أشياء ووصلت لهذا الإشي. عم بتبين عندي طاقات هوائية نارية. برضو برج الثور بين عندي. إذا جوزاء حبيبي بالنسبة للعمل الأمور رايحة للأفضل، في فرصة إذا كانت عم تستنى فرصة عمل، في اللي هو مش إنك تستلم العمل دغري، لا، رح تكون في بوادر كتير خير. عم توصلك خبريات إلها علاقة بشغل، للناس اللي عم يستنوا فرصة عمل من نساء ورجال، وأكثرهم رجال اللي عم بلاقوا فرصة جديدة حلوة. عم بشوف طريق كنت سالكها قبل بطريقة خاطئة، لكن الآن عم بتشوف الأمور أوضح، عم يتكشف عندك أسرار عن اللي حواليك، لكن عم بشوف لا، في حظ وفي ناس مقهورين من هذا النجاح اللي انت عم بتحققه يا برج الجوزاء. إذا كنت عم بتفكر في دراسات عليا أو كذا، هذا الوقت المناسب إنك تكمل وإنك تبادر. عم بشوف في طاقة سفر، وخاصة للي عم يشتغلوا واللي عم يدرسوا، في عم بتفكروا إلكوا فترة في السفر فإجا وقته خلاص. إذا كنت عم بتفكر زمان مجرد تفكير، الآن عم بشوفك بتدور على السبل اللي بتخليك تسافر، ما بعرف لهجرة لكذا، فعم بشوفك عم تمشي في إجراءات، وهاي الإجراءات كلها عم بتروح للنجاح، لأنه الحظ معك عم يلعب دور كبير. إذا في تغيير بالطاقة حلو للناس اللي عم يشتغلوا ويدرسوا، في عندهم عجلة حظ حلوة، ولبرج الجوزاء كله هاي العجلة طلعت عجلة الحظ. خلينا نشوف الارتباط هلا. الناس المرتبطين وموجودين مع بعض، وللناس المتزوجين برضو بنشوف، كمان للعزاب إذا في شخص جديد في حياتهم، تغييرات على الصعيد العاطفي. حبيبي عم بتطلب هيئة جديدة، عم تهتم كتير في أول شي للعزاب طبعا، عم بتفكر بأمل كبير بالارتباط، وعم تيجي بوادر خير. عم يجيك شخص معه فلوس، يعني ماديا كتير غني،
وكأنه مدير أو صاحب بزنس، عم بيكون كتير ماديا مرتاح وشخص أيضا رومانسي، لكن بيغلب عنده العقل على القلب. هذا الشخص اللي جاي في حياتك للعزاب، عم هذا الشيء عم بي بي بيعطيك أمل كبير في الحياة، وكأنه كان إشي في السماء، يعني نجمة هيك وقربت لك كتير. أول إشي كنت وحيد، وهلأ في لا في في بوادر خير يعني. لا بالنسبة للعزاب، خلينا نسحب للأزواج والمرتبطين. هون المرتبطين مبين عندي في شوية علاقة ثلاثية، خلينا نشوف. وانت عم تختار، انت بين خيارين، بين شغلتين الك فترة عم بتفكر فيهم، كنت مغمض عن العلاقة اما الثلاثية، او مش حابب انك تشوفها، مش حابب تعطيها اهتمام لحتى ما تنكد على غيرك. عم بحسك كتير حاطط، يعني عم بحسك كتير حاطط مش حواجز، لكن بالفترة الجاية رح تكون متأهب. يعني انت خايف من الطرف الآخر بأنه يترك أو يكون في علاقة ثلاثية. العلاقة الثلاثية مبينة موجودة، ممكن تكون مش بس علاقة ثلاثية، ممكن تدخل من شخص ثالث، إما من العائلة أو طبعا القراءة ممكن تنفع إنه تكون عكسية، لكن بشوف بالنهاية يعني شيء كتير حلو. ناين اوف بنتكل شيء كتير حلو، يعني قربت كتير من الارتباط. إذا كنت اللي هو الارتباط الجدي، صرت كتير قريب منه، لكن ما وصلت له 100%، لكن أنت في الطريق. وآخر آخر مرحلة في هذا الموضوع، عم بشوفك كتير مبسوط للأمور اللي عم بتصير، وكأنه في بشاير في الموضوع، أو في شغلات بتدل إنه الطرف الثاني عم بفكر فيك بطريقة كتير حلوة. انت كمان عم بشوفك بتحبه اكتر، بتتمسك فيه اكتر، نتيجة قرارات هو رح يتخذها او عم يتخذها حاليا. عم بيحاول هو يبعد كل المشاكل والاطراف اللي عم تتدخل بشكل سلبي لحتى يوصل لمرحلة جدية في هذا الموضوع. اذا ورق كتير ايجابي بالنسبة للمرتبطين، ولكن في اوراق بتحكي لك انه كون حذر في انه تاخذ قرار في هذا الموضوع، خاصة انه في شخص ثاني ولكن مش عم بتحبه قد الشخص اللي انت معه، ولكن في شخص عم بيشوفك من بعيد، وانت بالاخير عم بتفكر بين هذا الشخص وعم تختار الشخص اللي انت معه، لكن بحذر، عم تتعامل معه بكتير حذر بالفترة الأخيرة. وأنا بنصحك بهذا الإشي يعني، لأنه بتضل الأمور مبهمة عبين ما تصير الخطوة، بس في يعني في خطوات حلوة ممكن يكون فيها الطرف الثاني، في احتمال 90% يمكن، كتير ورق حلو يعني. نيجي للناس المنفصلين اللي عم تستنى رجوع، أو بدها تشوف يعني في ترك نهائي للعلاقة، ولا في اللي هو ممكن انهم يرجعوا. نحاول نشوف ايش المشاكل في العلاقة اللي سببت الانفصال لبرج اذا الجوزاء. كان في اشخاص متدخلين كتير في العلاقة، في وحوش
في عندك 1 2 3 4 5. في ناس كتير كانت مش حابة هاي العلاقة إنها تكون من الأساس، وكأنها كانت تسيطر على الحبيب أو الشخص اللي أنتو تاركينه. هاي في الطاقة القديمة طلعت عنا، إذن مش حاليا ولا مستقبلا، لكن الحبيب عم بيفكر فيك كتير، يعني اللي هو أنت مسيطر على كل تفكيره، عم بيفكر فيك. خلينا نشوف بالفترة الحالية كيف هو عم بيفكر. عم يحلم فيك، مبين انه حارب من اجلك لكن فشل بالفترة الماضية، انت ما كنت عارف، لكن هو كان يحارب اطراف معينين لنجاح هاي العلاقة، لكن في غموض وفي تكتم. بعدين صار يحس الموضوع انه صعب كتير يكمل، اما بالنسبة للصراعات اللي بيناتكم او بالنسبة للاشخاص حاولوا انهم عن جد يسيطروا على تفكيره، ولكن عم بشوف انه عم تصفى الامور، مخه عم يصفى، تفكيره عم يرجع لعقله، عم بتذكر الاشياء والاماكن اللي كنتوا انتوا تروحوا عليها. عم بشوف طاقة نارية ترابية وهوائية في الموضوع. في برضو خبرية، في اشي بجمعكم مع بعض، وكأنه عم يوصلك خبر فبهديك نفسيا وبخليك اللي هو يعني بردت شوي أعصابك، وصرت على أمل كبير إنه يرجع. في بوادر خير عم بتبين، 8 of Cups كتير محظوظ راح تكون بالفترة الجاي للمنفصلين. في إذن هذا بيعني إنه في ممكن فرصة كبيرة للرجوع. عم بالأخير عم يتملكك، عم يمسكك في إيده، لكن في أشخاص، في علاقة ثلاثية كانت موجودة ويمكن راح تستمر بعد الرجوع، لكن انت راح تكون عارف، يعني او انت عارف من البداية انه في شخص ثالث، لكن هو بالاخير راح يمسكك في ايده وراح يتملكك وراح تكون اله، هو الك. واللي مبين عندي اكتر انه هو الطرف الثاني عم بيحبك اكتر، يعني اكتر الاوراق بتبين انه هو اللي عم بيبادر وهو الحنين من عنده أكتر جاي، مع إنه مخبي حاله شوي، لكن أهو عم بشوفك كتير كنت مجروح، وهلأ في موضوع عم بتخليك كتير سعيد. المبادرة راح تكون من الطرف الآخر أكتر، مبين إنه عنده مسؤوليات كتيرة هذا الشخص، عنده أحلام وطموح، كان مأخر الخطوة اللي هي خطوة الرجوع. مبين حتى أنه في بعد الرجوع في ممكن احتمالية ارتباط، لكن عم تكون أنت كتير متأني والطرف الثاني كتير متأني في الرجوع، لكن عم بيصير في الأخير. كنت كتير هيك أرق يعني، أو حتى كانت صحتك مش ولا بد، لكن الأمور عم بتصير بطريقة حلوة. خلينا نشوف إذا في نصيحة لبرج الجوزاء من الكون أو من الطاقة الكونية، نصيحة لازم تسمعها. خلينا نشوف شو ممكن يطلع. دائما احنا يعني بحاجة لنصايح، لشوية هيك بصيرة تعطينا الأمل ممكن، أو
بتوجهنا، تكشف لنا أمور. عم بحكي لك إنه أكثر الأغلاط اللي كنت تغلطها اتعلم من أخطائك. برج الجوزاء عم بتعيد نفس الأخطاء مع نفس الأشخاص، فبيقول لك اتخذ قرار في هذا الموضوع. إذا في شخص يعني عم بيحاربك وكذا، خلص ابعد عنه، بلا من الحروب لإلك بالفترة الجاية. عم بيقول لك كون هادي، لأنه الكون مخبي لك أشياء حلوة، ولكن راح تكون بكتمان يعني، وكأنه أنت عم تشتغل كنت بكتمان وعم تفرح لحالك في هذا الموضوع. بطلت تحكي للي حواليك شغلات كتير، صرت أكثر حكمة، أو الكون بيحكي لك سير أكثر حكمة وتكتم على الأمور، ما تحكي كل شي عندك حتى للطرف الآخر، خلي فيه شي إلك، مساحة إلك، فكر بنفسك والنجاح رح يكون حليفك. بحكي لك يعني، لا ورق كتير حلو، اللي هي بحكي لك انه الناس اللي جرحوك ما ترجع لهم، حاول انه ما تكرر هذا الاشي في حياتك، او ما تعطي فرصة اكتر من فرصك. انت عم تعطي فرص كتير لشخص معين، فالكون عم بحكي لك لا، اتخذ قرار في هذا الموضوع، حب حالك أكثر. لكن أنا شايفة يعني طلعوا يعني كثير في كروت حلوة من بعد هذا، من بعد جرح كبير وغدر كبير، لكن أنت بعدت عنه في طاقتك الحالية، وكأنك بذلت جهد لحتى تغير طاقتك. ببشرك إنه في كتير أشياء حلوة ناطرتك. إذا كنت عم تستنى شغلة أو موضوع معين، الحظ معك هاي الفترة. كمان بالنسبة للجوزاء بشكل عام، نصيحة أخرى، أو خلينا نشوف الورق اللي بيطلع. عم بتكون منتصر، فببشرك يعني كل ورق حلو اللي عم بيطلع. عم ترسم، بحكي لك ارسم طريقك في نفسك، ما تستنى الآخرين يساعدوك. بحكي لك في أموال جاي، في أموال رح تمسكها في إيديك، لكن رح تصرف كتير، فكون حذر من هاي الناحية. راح تكون محارب في الفترة الجاي، لكن انت على نصر مقبل، فبحكي لك اطمن يعني. الشغلة اللي كنت تحارب عشانها راح تكون عندك جميع الأدوات لحتى تحصل على هذا الاشي. انا بتطلع له اكتر علاقة العاطفية، بحكي لك عندك كل شيء، انت عندك ممكن جمال مادي، عندك استقرار، عندك حكمة، عقل، فكل هدول الأشياء بحكي لك استعملهم في العلاقة، خاصة العاطفية، من ناحية عاطفية. إذا هذا كل شيء بالنسبة لبرج الجوزاء، ورح ننزل في الفترة الجاي اللي هو طلبتوني عن التخاطر وكيف جذب الحبيب وهاي الأمور، واستعمال التخاطر للمنفصلين وحتى للمرتبطين. يعني أول فيديو بعد كل توقعات الأبراج رح يكون عن هذا الموضوع، وإن شاء الله بتستعملوه بالطرق اللي أنا رح أحكي لكم عنها، واللي هي مجربة مني شخصيا ومن الناس اللي كانوا في الكورسات اللي كنت أخذها، يعني اللي هي عن الموضوع، عن موضوع التخاطر وقانون الجذب. فبتمنى
أكثر من طريقة مجربة، ممكن إنك تحل أمور كتير وتوصل رسائل لأشخاص معينين أو تسيطر على مخهم من خلال طرق معينة رح نوضحها. فقلت لك لبرج الجوزاء قراءة كتير حلوة، ممكن توصل ل90% من اللي أنت بدك إياه. شهر تموز كتير عم بيكون الحظ معك في بيلعب دور، عم تحصل على شغلات ما كنت متوقعها أصلا وما كنت عم تستناها، تحصل عليها هيك فجأة وبتفرح، بتحصل على فرحة، وفي شفنا أخبار ورا بعض بيجوا كلهم سعيدين.